رغم ارتفاع الأسعار، ما زالت المأكولات الشهية التقليدية في لبنان مطلوبة في موسم الأعياد الحالي، ولكن لا شيء كما كان من قبل. فمع استعداد اللبنانيين للاحتفال بعيد الفصح وتخفيف الحكومة اللبنانية قيود الإغلاق للسيطرة على وباء كورونا، أعادت المتاجر بما فيها محل الحلوى فتح أبوابها لأول مرة منذ أكثر من شهر، لكنها تكافح من أجل البقاء وسط أزمة اقتصادية غير مسبوقة. أول عيد بيمرق علينا صرنا عمر بالمصلحة، ما في مصاري، في فقر كتير، ما في لهجة عيد، ما في حتى الأولاد بدي ياخدوا تياب ما عم بيقدروا، يعني عالم عن جد كتير كتير معطرة. هالسنة ما مرق علينا مثل هالسنة أبدا. وقد انخفضت مبيعات المتاجر في حين فقد كثيرون قوتهم الشرائية نتيجة تدهور قيمة العملة اللبنانية مع فقدان الليرة أكثر من 90% من قيمتها في ظل الأزمة الاقتصادية وجائحة كورونا وتداعيات انفجار مرفأ بيروت. اليوم الوضع يعني كل الناس بتعرف قديش الوضع صعب، لأنه نحن كل شيء، كل البضاعة بتستورد من برا اللي بنستعملها بالمحلاتنا وبالأكل، وعم نضطر نشتري على سعر الصرف اليوم أو بالدولار، وبعده ما بيعنا على اللبناني وبعدنا عم نبيع على اللبناني، وغليت الأسعار أكيد تلقائياً. وعلى غير المعتاد سيتم إغلاق المطاعم والمقاهي التي اعتادت فيما مضى أن تشهد رواجاً خلال عيد الفصح، بينما تحاول الحكومة الحد من انتشار فيروس كورونا.